التلفزيون، الاختراع الذي وصف بالأهم في القرن العشرين وأكثر وسائل الاتصال الجماهيري تأثيراً على مدار ما يقارب القرن منذ ظهوره في العشرينيات، قبل أن تهدد وسائط بديلة عرشه في العقد الثاني من الألفية الثالثة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. التليفون بقى والنت والواي فاي او الباقه وكده، ما بقعدش على التلفزيون غير مثلا ساعتين في اليوم مش اكتر من كده، ماتش مثلا اتصالات وحاجات زي كده، لكن انا ماليش في الموبايلات ولا اتصالات ولا انزل اي حاجه بصراحه. في الوقت الحالي اكيد على ابلكيشن موبايل، يعني ممكن اي برنامج مش بتابع تلفزيون كتير، بخش على اليوتيوب بشوف، بتابع افلامي وحاجاتي كلها على اللابتوب، يعني انا اللي بكون منزلاها وفي الغالب بتكون افلام اجنبي. يعني ما فيش، يعني ما اتفرجش على التلفزيون حوالي ممكن ساعه في اليوم. ويرى متخصصون ان دور التلفزيون اجتماعيا لم يتراجع لكنه تغير، وقد يكون تنوع الوسائط المرئيه والمسموعه ظاهره اكثر صحيه للاسره. تبدو لك ان هم بيتفرجوا على السوشيال ميديا، لكن هو بالسوشيال ميديا من خلالها التلفزيون موجود، بس هو غير طريقته، ما بقاش الطريقه الوحيده ان نطلع لك عن طريق انك تقعدي في البيت وتتفرج عليها، لكن ممكن تبقي ماشيه في الشارع تتفرجي في موبايلك السمارت، القنوات شغاله. كان زمان ممكن العيله تتفرج على حاجه واحده لان ربما كانت مشابهه، لكن دلوقتي انا ليه اضيع نفسي اتفرج على حاجه ممكن ما بحبهاش ولادي يحبوها، فكل واحد عنده حاجته. العيله بتقعد مع بعض لما يبقى في حاجه مشتركه، مثلا ايه، حدث سياسي، رئيس هيتكلم وفي احداث مهمه في البلد. ومؤخرا وصلت نسبة مشاهدي البث التلفزيوني المباشر في المنازل إلى 37% من المصريين، معظمهم من كبار السن، بينما يفضل الشباب والأطفال متابعة برامجهم المفضلة في الوقت المناسب لهم على تطبيقات المحمول. وعلى الرغم من ذلك تبقى مصر الأعلى عربيا في معدل ساعات المشاهدة المباشرة للتلفزيون. عام 1960 كان البث التلفزيوني الأول في مصر، ومن يومها حتى الآن يعد الوسيط المعرفي الأهم لدى المصريين. على الرغم من تراجع معدلات المشاهدة المباشرة للتلفزيون كجهاز، إلا أن المصريين يسجلون 20 ساعة أسبوعياً أمام التلفزيون. هبة الحسيني، قناة الغد، القاهرة.